في غضون ذلك استمرت التظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية حول العالم، حيث تظاهر المئات أمام مقر البرلمان في اليونان احتجاجا على أعمال القمع التي تمارسها إيران ضد المتظاهرين الذين يحتجون على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة. أما في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة فقد تجمع المئات من المتظاهرين أمام مجلس المدينة للاحتجاج على نتائج هذه الانتخابات. التظاهرة جاءت بعد ساعات من قيام مجلس المدينة بتمرير قرار يساند فيه الشعب الإيراني ويدعو الحكومة لاحترام حق الشعب في التظاهر.